شوفو مساكن شوف شوف مساكن بور يزيدون شوف مساكن شوف شوف بنادم كيحرمو عليه الرزق ديالو شوف شوف الرزق ديال المساكن شوف شوف الرزق ديال المساكن باغي يوصل الموت الموت شوف شوف ولاد الحرام داروا به هذا المنكر هذا شوف من على الله عليهم بينكم المسؤولين السلام عليكم مي غير كدراري ما تسعونيش اولا نقدم لكم سي محمد الجبار عامل اقليم شرفينا على السي منير وكيل عام محكمه الاستيلاء جينا عندكم باش نعبر لكم بعد كذلك على اننا منزعجين من هذا الشيء اللي حدث اليوم بخصوص هذا الموت ديال هذا الاخ مسكين السي محسن الوفاه ديالو والظروف والملابسات ديالو وحنا كذلك كنبلغوا التعازي حنا كذلك كنبلغوا التعازي للأسرة ديال هذا الفقيد وليكم كاملين الساكنة ديال مدينة الحسيمة واللي بغيت نوصل لكم على أنه اتخذت إجراءات إدارية بلغون بها المصالح ديال الصيد البحري وأنه تم التوقف على العمل بالنسبة المندوب ديال الصيد البحري وغدا غادي يكون هناك مندوب بالنيابه ديال الصيد البحري هنا كذلك غادي يكون هناك تحت الاشراف ديال النيابه العامه والسيد الوكيل العام هو يكون لكم نفسه سيتم اجراء بحث دقيق وشفاف وكذلك غادي تكون التبعات ديالو ضمان الحقوق ديال كل واحد كيحس على انه عنده الحق في هذه القضيه هذه والاخوان اللي هما كاينين هنايا راهم متبعين وغادي يتبعوا ولا بغاو ما كاين حتى مشكل حنا منخرطين معاهم واحد المجموعه فيهم مع السلطه المحليه مع السلطات اللي كاينه في المدينه نتبعوا هذا الوضع كاملين باش يوقفوا على الحقائق اول باول ويكونوا حتى هما يعني مطمئنين على انه البحوث خذات المجرى ديالها والقانون غادي ياخذ ان شاء الله حنا في دوله الحق والقانون وهذه المدينه هذه المدينه الابيه هي مدينه في قلب جميع المغاربه ومدينه عزيزه على سيدنا الله ينصره لذلك حنا ما يمكنش على اننا نسمحوا على انه ما يكونش هناك تحقيق نزيه